باع الجنسية. قرر أردوغان خلاص جاب آخره، طلع ميه. أردوغان طلع بيطلع ميه، خلاص البلد بتنهار والليرة بتنهار والاستثمار مشي والناس بتسحب فلوسها من البنوك وما عندوش حاجة. فقرر يعمل ايه أردوغان؟ إن احنا هنبيع الجنسية. يعني أردوغان باع جنسيته خلاص، يتخلى عن الجنسية مقابل 250 ألف دولار. جنسية تركية للبيع، جواز سفر تركي للبيع، هو ما عملش إقامة، جنسية للبيع. أيوة الجنسية دي دلوقتي معروضة للبيع، عايز جنسية بس مين اللي يروح؟ تعمل إيه هناك في تركيا؟ أعمل إيه؟ إيه تركيا دي اللي روح أدفع 250 ألف دولار عشان آخد جنسيتها؟ ولا تلزمني بثلاثة ساغ، وأنا بقول لك يعني ثلاثة ساغ كده ولا تلزمني. أنا واحد من الناس، مش أنا، كل الناس اللي هي يعني يقول لك اعمل ايه في تركيا ولا ليها اي لازمه، ولا نروح نعمل ندفع في تركيا فلوس، ولا نتواجد في تركيا، ولا نديهم اي دولار، ولا الكلام ده كله. فقرر اردوغان زي ما بقول لحضراتكم بيع الجنسيه التركيه مقابل 250 الف دولار. ليه بيعمل كده اردوغان؟ اردوغان قرر يعمل كده لانه الوضع الاقتصادي عنده بينهار، كل يوم عنده مشكله، كل يوم عنده مشكله في الـ 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 في الليره. وبصراحه الناس طبعا زي ما بقول لكم كده انه ناخد عنده تضخم وصل لاول مره من 15 سنه ل 18%. فيجي اردوغان النهارده ابيع الجنسيه التركيه، ما قالش اعمل اقامه وبعدين اشوف وادي جنسيه، لا لا لا، هو على طول خد الطريق من الاول. ليه عمل كده اردوغان النهارده؟ يبيع الجنسيه التركيه 250 الف دولار، يعني مليون و700 وشويه ليره، مليون وحوالي 750 الف ليره تركي. خد جنسيه مليون ليره تركي، ما كملش 2 مليون ليره، يعني بعت الجنسيه في الارض مرميه، هات بس 250 ألف دولار وأنا هديك جنسية. تعمل بيها إيه الجنسية التركية؟ أروح هناك عشان أعتقلني؟ أروح أستثمر؟ مفيش استثمار. سياحة؟ ما بيقتل السياح، ده لسه قاتلين سياحة عرب من يومين، ولا سائحة من إحدى الدول العربية مش فاكر منين، اتقتلت إمبارح في الفندق. قلنا لكم محدش يروح. قتل هناك، بيسرقوا الناس عشان يسرقوها قتلوها. طب تروح تعمل ايه في تركيا؟ ايه الميزه يعني؟ ايه ميزه جواز السفر ده؟ جواز السفر ده موجود مع داعش، لو عرفت بقى المميزات بقى. مميزات جواز السفر التركي انه تنظيم داعش الارهابي يحمل جوازات سفر تركيه، دي ميزه طبعا. ايه تاني؟ عصابه الاخوان الارهابيين يحملوا الجنسيه التركيه، فدي ميزه ثالثه. ايه الميزه الرابعه؟ انه الناس اللي بيشتغلوا في، اسف يعني اللي هقولها، اللفظ اللي هقوله، في حاجات محرمة وموبقات وحاجات يعني حرام وكده، معاهم جنسية تركية، فدي برضو ميزة. انه الجواز السفر ده بيسهل لك انك كده يعني، وبالتالي ادي ميزة الجواز التركي. ليه جواز؟ ادي الجواز التركي. اذا كان الاتراك نفسهم زهقوا من اردوغان، زهقوا من الحكم والنظام والحكام كده، زهقوا وقرف منه بصراحة. فالمواطن أي واحد هيجي عندك ليه يعمل إيه يعني؟ يجي يعمل لك إيه؟ أما أنت تبيع جنسية يعني، هتبيع له جنسية، يجي يعمل إيه عندك؟ إيه اللي هتديهوله؟ إيه البلد دي اللي أنا هروح بقى أستمتع بيها؟ ما بقتش فيها متعة أصلاً. بقت إرهاب، بقت قتل، بقت اعتقالات. أكبر بلد النهاردة في العالم، في العالم تعتقل الناس بتوعها. أكبر سجون في العالم فيها معتقلين في تركيا. أكتر أحكام في العالم ضد أي واحد معارض، أي معارض تركي في حكم خلاص المنفى تركيا. زي قطر، ده القطريين سابوا بلدهم وراحوا جزر أخرى، كاريبي مش عارف فين، قال لك ده بلد زهقنا منها، فبيهربوا من بلدهم. فيقول لك لا انا هديك، تعالى بس،
هو عايز بس شويه فلوس، عايز دولارات، ما عندوش. البلد بقول لكم بتنهار، الليره كل يوم في انهيار، كل يوم كل يوم. تضخم بقول لكم النهارده 18% لاول مره في تاريخ تركيا من 15 سنه يوصل تضخم ل 18%. وهو طبعا هيعمل ايه الايام الجايه؟ هيروح للبنوك هيقول لهم زودوا الفوائد، هو كان رافض الموضوع ده تماما، مش هيزود اي فوائد. فعشان يعمل ايه؟ يمتص بقى ويمتص الفلوس، يعمل روح تعالى اهو اعلى. 2003 دي لما بدا هو رئيس حكومه، في 2003 انهيار البلد بتنهار، الاقتصاد التركي النهارده في حاله انهيار، اجراءات غير مسبوقه، تضخم غير مسبوق، وضع سياسي واقتصادي غير مسبوق، معاناه للشعب، معاناه لاي حد موجود هناك. وبالتالي ان احنا تعالى حضرتك حط بس وديعه كده ب 250 الف دولار استثمر مش عارف ايه. بقول لك مفيش استثمار، هتروح تعمل ايه في تركيا يعني؟ ايه الميزه ان انا احط ليه؟ ما فلوسك اصلا. ده هو فرض ضرائب على الدولارات، ده فرض 20% على الودايع اللي عندك، فانا اجي احط فلوسي عندك عشان تاخد ضريبه ومفيش انت تستفيد وانا فلوسي تضيع؟ ليه؟ ليه يعني؟ عشان ايه؟ اردوغان قرر انه عايز اختار بس كلمه بس ما تبقاش بفكر فيها، اللي هو اي حاجه يعني مقابل ان انا ادخل فلوس، دخل دولارات اي حاجه. وطبعا الامريكان مش ساكتين ومش هيسكتوا. وسيبك من الامريكان، هو الوضع داخلي، المشكله داخليه ملهاش علاقه بامريكا، مشكله خاصه بيه هو، خاصه بتدخلاته بنفوذه بسيطرته بدستوره اللي عمله ليه هو وتدخلاته وبنته وجوز بنته. ومن ساعه ما جاء جوز بنته وزير ماليه خراب على تركيا، على الاقتصاد التركي وعلى الاستثمار في تركيا خراب. ومراته تبقى مسؤوله عن ايه وبنته تبقى مسؤوله عن ايه؟ فعين العيله حاشيه كده اللي حواليه مسكت البلد، خلاص حصل الانهيارات نتيجه انه سيطرت الحاكم وحاشيته على الحكم وعلى الاقتصاد وعلى الاستثمار وعلى فلوس البلد وعلى الناس، وبقى هم اللي بيدوروا، وكل المشروعات واخدها العيله. مين اللي حواليه؟ بتوع حزب التنميه والعداله والعداله والتنميه والشله بتاعته وقرايبه والعيله، بص عيله بقت كل حاجه عائليه عائليه، خد من الشركات عائليه، حتى رجال الاعمال القريبين منه هم اللي بياخدوا كل حاجه النهارده، حتى اللي عندهم بنوك، لانه في رجال يعني الشلة بتاعته اللي عاملة بنوك خاصة بقت هي اللي بتعمل تدي وتستفيد. ده اللي عمله أردوغان في بلده. الانهيار أنا بقول لك قادم لتركيا في ظل هذا الحاكم الطاغية. طول ما أردوغان موجود مفيش أي خير في تركيا. حتى دلوقتي بيع الجنسية. يعني إحنا في مصر عملنا قانون محترم. عملنا قانون. إيه القانون بتاعنا؟ اتكلمنا عليه في ذلك الوقت. ان انا بدي اقامه وبعد كده انا اقول تاخد جنسيه وما تاخدهاش. ما قلتش هدي الجنسيه، ما عملناش كده خالص، قلنا اقامه ثم والله افحص، امن قومي يفحص ولا امن وطني